السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك يا مختار؟ هذا المقطع صورناه وبعثناه لك. السيارة ما نشكيش منها بحاجة بكل، يعني ما تعذبنيش في التشغيل، يعني من أول دقة مرش تشتغل دوري، ولكن أول ما نشغلها تظهر رجفة في المحرك، رجفة مع رجفة بالداخون، ولما ندعسلها ديزل تدخن دخان أسود لما ندعسلها نزرق، وحتى في المرتفعات، يعني نواجه مرتفع أصعد مرتفع يصيبها تدخينة بسيطة أسودة، والرجفة هذه بس، ولا ما نشكيش منها بحاجة إن شاء الله. ما فيهاش تبخير زيت، ما فيهاش تدخين، ما فيهاش أي حاجة، ولا فيها نقص زيت. ها هي المشكلة كلها، رجفة في المحرك. المحرك ديزل 4 سلندر ديزل تويوتا تيربو جاي، والتدخين السوداء هذه، وان شاء الله خير. الله يجزاك خير، نشغلها ونشرح لك ان شاء الله، وما نشكي منها شيء، ولكن شيء خفيف ان شاء الله. اول ما نشغلها يظهر رجفة في الداخون، السيارة ديزل باهي عند مادة ندعسلها ديزل تعطي دخان أسود. عند الطلوع بس نواجه مرتفع كمان ندخن التدخينة هذه. الحل إن شاء الله. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عنده محرك الديزل هذية متاع السيارة هذية، يعني وهي محركها تويوتا، سيارة نقل وسيارة هينو هذا وبعض السيارات، وهي يعني فيها المحرك متاع تويوتا اللي هو هذا الموجود قدامنا في الصورة. والله عندي أسبوع وأنا نحاول باش نلقى محرك متاعها اللي شبه لها في الإنترنت، بصعوبة باش لقيت حتى ما يعني خطر. وأنا قلت له يعني عاود صور لي الموتور، نصور لي مشيت الموتور وأنت تكسيلاري وأنت تدعس بنزين، وما فيش فائدة. حتى يعني بعث لي فيديو هو يكسيلاري يعني يدعس بنزين من داخل السيارة، داخل السيارة ما عندي به حتى شيء باش اعمل به، يعني لازم من جهة المحرك، لان حاسس ان المحرك يمشي فما سلندر ضعيف، يمشي 3 سلندر ونص، يعني 3 شمعات ونص، لان هو واقف يعني وراهولي هو يخدم، هو واقف يعني مش فسيارة الموتور يرعش، وطبعا علبة السرعة تولي تكركر لانها من الرعيش بتاع المحرك، ويمكن يكون فيه البخاخات مسخين، فهو بشي يحب يحسن من اداء هذا المحرك وينحي لك الرعشه هذيك شويه. يمكن يكون فما وساخ في المكونات نتاع الديزل، يعني في يعني السيركوي، يعني في المنظومه نتاع الديزل فما وساخ. باش نعطيه فكره بسيطه،
يعمل بها العملية ويحاول يصور لنا الأشياء اللي باش يعملها وينفعنا بها وننفع بها الناس. عندنا الفيتر هذايا وين يركب الفيتر نتاع المازوت فماديت نفكوه قدريت نحطوا فيه فيتر ايسونس كاكا باش يعني يعاوننا على التنظيف. هذاك في اللونتري لان اللونتري من هنا هذايا في الدخول ولا يحطوا طول في الترومبه من هنا في الدخول اذا كان ما عندوش فيلتر اي. وانا هنا الرتور هذا كيف حطوا فيه ديريت. فكوا التيب هذاك انا فما اللي تبدا فيها هي هكا راكور كيما هذا نجم يتفك كيما هكا نجم فيه فلسه هذه يخرج من بعض لازم نحط فيه ديريت طول. هاو عندنا الخشين هذا كانت هاو الخشين ما سباك قلنا شنو عندنا واحد في اللونتري واحد في سورتي يعني عندنا زوز ديريتات. عندنا الماده اللي هي هذه اللي قلنا عليها اللي هي وين ستريت نتواج انجكتور تريتمون ديزل. ناخذ بوتيه صغيره هذه لا مش لازم مازوت لا ناخذ بوتيه صغيره هذه نصبوا فيها الماده هذه باش تبدا ظاهره للعموم. عندنا لونتري هذايا نحطوه هنا باش تسبري منه الكهرباء باش يجبد. وهذه رتور باش يرجع للبوتيه للدبوزه باش ما يقعدش يرجع للسيرفوار يضيع علينا ونخدموا سيارتنا. نحاولوا نديمارو لين نوصل للبروبي هذه الماده هذه ديمارين. هاني عملت هاني الماده نتاعها تولي تخدم عاديه وفيها حتى شيء. عندنا توا قاعد تخدم بالماده هذه اللي هي هذه قاعد ترجع للبوتيه تشوف فيها وهذه تسبير هذيك نخلوها حوالي كيت نتاع ربع ساعه هكاك تنظف السيركوي نتاع الانجكتور السيركوي نتاع البون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.